الحمد لله يعني على المعالج الفيزيائي وضعه أحسن وصار أحسن كتير. أنا والده للطفل محمد لاصقاني، جاني صغير مع ضمور في الدماغ وأخذناه على عدة دكاترة وكان معه ضمور في الدماغ وما يمشي طاول ولا بيتحرك طاول. عملنا له عدة عمليات والحمد لله وضعه أحسن، وآخر شيء دلونا على مركز معالجين، عملت 3 مراكز معالجة فيزيائي، وآخر شيء دلونا على مشفى الأورينت، مركز الأورينت معالجة فيزيائي، وعملت له عملية وهلا الحمد لله يعني على المعالج الفيزيائي وضعه أحسن وصار أحسن كتير، وهلا سجلنا الحمد لله بالروضة، وهلا صار يخطي تخطي، كان أول شيء ما يتحرك طاول، لا إيديه ولا إجري، والحمد لله وضعه هلا أحسن. راجعنا الطفل محمد لازقاني بيشكي من ضمور دماغي بعد إجراء عمليات جراحية، ضمور دماغي طبعا أثناء الولادة وبعد إجراء عمل جراحي، هلا قالوا عنا بوجع على مركز أورينت الطبي من أجل العلاج الفيزيائي، وبعد إجراء جلسات العلاج الفيزيائي على أغلب الأجهزة المعالجة اللي موجودة عندنا هون صار الطفل لحاله يمشي بمفرده بدون أي مساعدة. يوجد لدينا أجهزة متطورة في مركز أورينت الطبي في مركز العلاج الفيزيائي، وصلنا مؤخرا أجهزة معالجة من منظمة تحالف الأديان، ومنها طاولة وقوف، أجهزة العلاج بالضغط، أجهزة تدليك بالاهتزاز، وبعض البسكليت والأجهزة الحركية. Thank you.